ورثة الأنبياء، لأن هذه الأمة لا نبي فيها بعد خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. هل من وجد رجل يجامع زوجته هل يقتله أم لا؟ لأننا سمعنا من أحد العلماء أنه يقتله. هذا سؤال لا يجوز، هذا لا يجوز السؤال عن مثل هذا، لئلا يبتلى هذا السائل. الله جل وعلا يقول لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤ. لا يجوز مثل هذا السؤال الافتراضي، أما لو وقع فحينئذ يسأل بعد الوقوع.